بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نشرح لكم على الطابعة الثلاثية الأبعاد. طبعا الطابعة الثلاثية الأبعاد اللي فيها اللي هذا X يروح يجي، وهذا الواي يمين يسار، يعني هذا قدام ورا، هذا يمين يسار. طبعا هذا يرتفع فوق وتحت، عشان كذا يصير ثلاثة أبعاد، البعد الأول البعد الثاني البعد الثالث، يرقى ويجي. طبعا المادة المستخدمة اللي هو البلاستيك، هذه لفة بلاستيك، هذه حجمها وزنها 1 كيلو. طبعا هذا بلاستيك نوع معين، وهذا في نوع ثاني بلاستيك، هذا أقوى ويجي ينور في الظلام. طبعا هذه النماذج المطبوعة، هذا أول واحد، هذا قاعد تقريبا 4 ساعات ونص عشان ينطبع، وهذا الثاني 1 ساعة و40 دقيقة، وهذا برضه 1 ساعة و40 دقيقة. طبعا السطح هذا حرارته الحين الأمر عليه 0، بس إنه ماخذ الحين درجة 36 درجة على حسب حرارة الغرفة. أما الرأس اللي يطبع درجة حرارته 200، هذه مكتوب هنا 200 درجة حرارة. طبعا هذا المجسم هذا قاعد يطبع 5 ساعات ولسه باقي فيه، لسه باقي فيه شوي. طبعا على السرعة 50% السرعة عشان ياخذ راحته. طيب الحين نتكلم عن الطابعة نفسها. الطابعة نفسها تجي أحجام أنواع. الحجم اللي عندنا تقريبا يعتبر حجم الوسط، اللي هو مقاس المربع هذا اللي الحيز اللي تطبع فيه، نتكلم بالملي الحين، 220 220 في ارتفاع 25 ملي 250 تقريبا، يعني بالسنتي تصير 22 سنتي في 22 سنتي في 25 سنتي اللي هو الارتفاع. في تجي اصغر اللي هو 12 سنتي في 12 سنتي في 15 سنتي ارتفاع، وفي اكبر تجي 30 سنتي في 30 سنتي في 35 سنتي. هذه طبعا تختلف، كل واحدة لها سعرها. طبعا الجهاز او الطابعة هذه من الصين، بلاستيك من الصين، كل الشغل من الصين. انا طلبته تقريبا من 3 اسابيع، جاني طالبه قبلها تقريبا باسبوعين، وصلني من الصين. البلاستيك استغرق تقريبا اسبوع يعني يجي، وبس هذه.